اخي هدول زادوا من المصاري اللي اعطتني اياهم، مشي الحال، عبينا المحل وجبنا كل شيء على 24 مستمر بيه. اي عال ضبهم بيعبك فيصير. ما بصير اخي خو. لك عيب عليك اخي استحي. وين طربوشات يا بي؟ وين طربوش الزعيم؟ كنا ببيكة ابو الدهب. لا تكمل. لك يا بطل. ولك تبلا البلاشين. جيبوني صافر. لك انت شو اللي عملته؟ انا ما دخلني. بدك تخلص على ابوك يا صافي. لك روح من خلقتي ما يتعصب. صافي ثبت له وقتها. ابو الدهب. ابو الدهب. حسن خير يا ابني؟ شو في؟ ما عاش لسه اللي بده يلمس طربوش ابو داخل. بحولت ابو الدهب فيك. اشخطوا يا بي؟ لا هذا دمه في دين جسد خان. نمر خذوا الحشود دبر بيتهم. امرك زعيم. اشتري كفنك ولا خليك تظهروا لنا. امرك اخي. يلا حريك. يا عزيز عليك. عليك يا عزيز عليك. بين ابو الدهب وابو داغير. ما عم تحكي؟ ايه ولاد ابو داغير فاتوا على البايكي، علموا على ابو الدهب وسحبوا زاطر معه، وما بس هيك رجعوا زتوا قدام بيتهم مثل الكلب، بس عزيز شو فيها كمان؟ لسه في كمان؟ لك ايه باعتينه مع صبي من صبيان الخان. يعمل عمل عمل عمل. وينك؟ روح جهز لي اللي قلت لك عليه امبارح بالوحده. بعت لي ورا كل هالدواب اللي هون. الدواب؟ شو بدك فيهم هون؟ لك الدواب اللي مثل حكايتك مفكرين حالهم رجال، تحرك! طيب. جوابتك يا مدعس. لشو الفرد؟ في مشكلة بيننا وبين جماعة ويمكن يهجموا علينا بالليل. يهجموا علينا لهون على البيت؟ لا اطمني مو على البيت. بس انت لا تطلعي من اوضتك، شو ما صار؟ ايه بس انا كثير بخاف. خلصنا وداد شبنا، هي امي وجميله رح بيضلوا مشقيتك. الله يخليك خليني يجوا يقعدوا معي شوي عم بسكر ركابي من الخوف. خلصنا من شان الله وداد. هي وداد باين عليها خويفه. معلش يا ابن عمي، ما لها متعوده انا بفوت بهالديار. الله يرضى عليكي، بركي انت وامي بتضلوا مشقيتها، ديروا بالكم عليها. امي اللي ولا تخبي علي شو صار بعد ما رحت لعنده. ما صار شيء يا مو. امي يرضى عليك اللي ضربت حدا وميت حدا والف حدا يا مو، مستعد طربق الدنيا فواني تحتاني على اي حدا بمس شعره من ابي. ولي انا عمري معناتها صار في دم. امي الله يخليكي لشو هالحكي هلا. جميله ديري بالك على ميمي وعلى وداد. لا تاكل البيت برقبتك ولا حدا يسأل عني لحتى ارجع لحالي. وصيل حسن الله يخليكي لا تخافي. الله يخليكي بين ايديك يوم رضا يوم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. السلام عليكم. شو انا مرت عمي لا تبكي ونشوف وداد. معودي عند هو ما بيطلع لون ان شاء الله. بس اخي محزوب يلي ما بيحسب ما بيستعمل. اي والله الله يطيع على خير. ماشي استنوا عاطلين خام كل الأراني وينطوا. والله ما يجي الجيش العربي كله ما حيخلصوا من رجالي. الله بحييك علي.
جهزوا حالكم بسرعة. دعيونا أبدا. حركوا. يلا حركة. يلا حركة. يلا يلا. السلام عليكم. السلام. أهلين أهلين. أهلين أهلين. شفتوا شيء هيك؟ لا لا ما في شيء لحد هلا. صب لنا كاسة شاي معي. هلا معلم. هلا يا بابا. سترك يا رب. شميل درب. شو؟ مين بدي ومين كمل؟ هذا الكلام ما عاد يفيدنا يا شيخي. اللي صار صار ولسه اللي جاي أعظم. بس نحن جايين مادين إيدينا للصلة وراجدين الأخوة والدم. الأخوة ماتت والدم انسفح. الأخوة ما بتموت ليوم الدين، هيك قال رب العالمين. والدم اللي انسفح مستعدين ندفع ديته بشرع الله. أنت قد ولك مختار؟ ظافر المختار ابو رجد كبيرنا وموان على رقابنا كمان. يعني قولوا فعل لما اللي بدي اقوله بكون شاوروا فيه معلمينكم. نحن ما عندنا معلمين، والكلام اللي منقوله ندفع ارواحنا فداء. حلو حلو كثير هالحكي. يا هيك المراجل يا بلا. ايه سيدي، بدنا اللي اعتدى على ابونا. انت شو عم تحكي؟ يلي سمعته شيخ، مو بيقولوا العين بالعين والسن بالسن؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي. انا لهون بعرف ولهون حاطط، وبدي اشتغل على قد ما بعرف. وبدنا اللي اعتدى على زعيمنا. راسبني حسن يا اخي. اجى عطوا رئيس المخفر لحتى حقق. انتوا قلتوا له ما بدنا نتضايق على حدا. اخي شو رايك تعطيني من الاخير؟ يعني لو جاي رئيس المخفر وبحقق كراخ كمشه لظافر وحبسه وصاروا اهله يجوا يترجونا لحتى نسقط حقنا ونطلعوا. ايوه، وساعة صافير بيكرت رئيس المخفر كل شيء وطلع الملبوس. الا ما نلاقي حدا يشهد عليه. هلا انت شو بدك؟ انا عم بحكي بالقانون، والقصه بلشت تشط وتمط وراح يروح فيها خلق عالم ويصير الدم للركب، والجماعه ما راح يهدوا الا براسه لحسن. والله عليم لما انت توصل القصة. وهي اول البشاير، الناس بلشت تحكي والغلال شحت ورح يغلى سعرها. ايوه، يعني برأيك نسلمه الراس حسن؟ لا اله الا الله. لك والله انا ما قلت هيك. اخي لا تقول ولا تعيد كلمة ورد غطاها. هي القصة الى قانون غير قانون، قانون الابضايات والمراجل واللي ما بينا معطلين. اخي هذا هو القانون اللي تعلمته؟ اي نعم. شرف اخي حسن، ما رح نسلمه لو بتحكم امة الله. ايه يا بي، اخذنا الطناظر من عند ابو احمد راعي المهره وطلعنا على دوما، جبنا القمحات والعدسات. بكفوا؟ لا والله يا بي ما بكفوا، بس قلنا مشوا حالكم بهدول لبين ما يمنون لغيرهم. ما بدهم يشلوا جماعه ابو الدهب، لانه ظافر بيك محذرهم ما حدا يبيعنا ولا مد قمح. خذ الطناظر بوشك على المطحنه اللي عند ابو كامل، اطحنهم بعدين ووزعهم على السمانه
قال لهم مشوا حالكم لبين ما الله يخرجها. حاضر يا بي. دحام طلع على هالطنبور بوشك عند ابو كامل قال له يستر عرضك اذا في امن لنا اياهم اليوم. يلا بسرعه. يلا 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 شباب نزلوا العدسات. حدو عباس يلا همي شباب على السريع. اهلين بعمي ظافر. اهلين يا صاحبي الله يسلم ايديك. شوف عمي رضيا كنت انتبهوا منيح لما تحنوا عندكم. اذا بيتعاملوا معه او بيتعاطوا معه او بيبيعوا ما يلوموا غير نفسه وساعتها ما بيحلموا ياخذوا حبه قمح واحده من عنا ولا من عنا. واذا بيموت ما راح نطحله. وين في مطحنه هون حواليكم بهالصو؟ في مطحنتين دروشلك لولاد عمومتنا. هدول عندي خلص نساهو غيره. بدي اياكم تساعدوني لنخلص من القصه. اني قصه؟ قصه زعامه الحارات يا صاحبي. يا انتم بتستلموها ونحن من بعدكم يا نحن بنستلمها وانتم من بعدنا. لك يقبرني ربك شو بتفهم. حاجتنا بالك يا بدنا نخلص من القصه. لعيونك وانا معك على الموت ظافر. بجوز نحتاجكم بكم هوشه بهالكم يوم. هوشه طوشه ضرب قتل شبريتك. نحن مو ضد حدا يا صاحبي. حاره العنايه اهلنا وحبايبنا ولازم نخلصهم من يباس الراس اللي راكبتهم. الله يعوض عليك يا اختي. الله معك. ما في غيره؟ لا والله اختي ما صار فيها غيره. امشي امشي. شباب ما لازم نسكت لهم على اللي سووه بحارتنا لك رشيد. معك حق بس جدي قال انه ما حدا يأتي بحركه. ليش انا مين مربط لي ايدي غيره؟ بس بتعرف كانه بردت القصه ما هي؟ لك انا بردت لك رشيد. انا بردت هدول غدارين هدول الا ما يكونوا عم يفكرونا بجد بنقي هلا. طيب ولأمتى؟ شو بيعرفني امتى؟ القصه كل بال عم تعقد. هلا هن شو بدهم؟ شو بدهم؟ بدهم الراس اخي حسن. عواد ضربت ابونا بالذهب. يا لطيف وبدنا نسلمه؟ شو؟ ما خشي باطون واللي خلق الخلق ورفع الميزان ما بيطولوا شعره من راس حسن ولاد الظهر عايشين؟ لك على راسي يا كبيرنا. يعني لأيمتى لتتصلح؟ شو بيعرفني؟ بدها شهرين ثلاثة. شو أبو دياب؟ مثل ما عم بقول لك لمعلم دياب. إيه وأنا شو بدي له لمعلمي؟ قل له أنت زعيمنا وتاج راسنا من فوق. الطاحونة خربانة سودت وشنا قدامه شو نساوي؟ شوف طاحونة ولاد عمنا. أني طاحونة؟ طاحونة التوتة. السلام عليكم. الله معك. شبريتك معك؟ شحا. شو ناوي ظافر؟ بدنا نهت عليه مو أكثر. ايوه تحركوا قبل ما يجي ابو كامل وتلتموا. عندي جوا تعال. شو بدك انت ويا ولا؟ راس البضاعة عم نلم هولك. اسمعوا لكم كلمتين. البضاعة والرزق يلي بحمايتي ما بيتقرش الا بعد ما اموت. انا دحام. رح تتقدروا يا حليم. بعد له هلا بعد له. ما تطفي سيدي. شو بده يصير يعني؟ ونحن ابدا وزود الزودك اخي. بس والله مو مستاهلة هالفورة اللي فايرة. وبجوز تنحل بالحسنى. بيضلوا اهلنا هدول ودمنا من دمهم. ومو معقول يضلوا معادينا. معلمي طب تعال شوف دحام شو صاير فيه. شوفي شو صاير فيه. ما خليتهم ياخذوهم. ما خليتهم انا. انا من رجالها. ليش وقت اللي ناديت لك ما رديت علي؟ ولا ناوي تشتغل من قولك؟ ليه مالك شايف شو عم يسوي فينا يا بني؟ مو ناقص غير يفوتوا على بيوتنا ويعلموا علينا. خلاص يا ولد. مو نحن اللي بيتعلم علينا. يا بني لازم نردهم. نكسر لهم راسهم يعني. رد مين ونكسر راس مين؟ ولاد ابو الذهب يا بني. هجموا على شغيلنا بدنا نشفطوا رزقنا. طبعا يا بني. لانه راحوا لحقوا لعند ابو كامل على المطحنه. وعم بيقول دحام انه طلعوا له من بين بساتين ارض الوقف وهو رايح على طاحونة التوتة. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير تعي شوفي. وشو قصدك من هالكلام مختار؟ قصدي اللي بده يشارك بالزعامة بده يشارك بالدم. مو ناس تدافع وينهدر دمها وناس تيجي تتبروض وبدها تعمل زعمة. من بعد امرك مختار ومن بعد اذن زعيمنا. المشكلة بيننا وبين ابو الذهب مو مثل ما عم يقول البعض ويدس انه بين الزعيم وبينه. لا المشكلة بيناتنا كلياتنا. ونحن شو دخلنا؟ اللي ضربوا دحام حملوه رسالة والرسالة بتقول إلهم الزعامة.
والشيء اللي صار كله مشان الزعامة، وهن جماعة أبو الدهب وأبو كامل وأبو دياب وأبو النور، حتى أبو دعاس عقيد الطنبرجية، كلهم عم يتزاحموا مشان مين بده يستلم الزعامة على الحارات. كلهم مو خارج وفشروا يستلموها ونحن موجودين، وأكبر راس فيهم ما بقبلوا جين عندي. خلصت. عرفتوا هلأ المشكلة بين مين ومين؟ وعرفتوا ليش هيك عم يصير فينا؟ شو هالحكي؟ هاي هي القصة من أولها لآخر. لا لا يا أبو الدهب، ما كان العشم فيك هيك. ماله ماين على ابنه وماشي على شهره. معقول القصة توصلنا لهالمواصيل؟ ولد لسانه طويل وناقصه ترباية، معقول نوصل لهون؟ القصة مو قصة الولد. لك شو القصة؟ الزعامة يا أبو كامل. لا يا سيدي، هن اللي طالوا على أسياده. زعم الأنوات مالهم أسياد. أبي زعيم حارة البيادة، واللي بده يرميه بوردة مر الشب مية النار. ما اختلفنا على الحكي، بس أنا سمعت غير الكلام يا زافر. نحن اللي بنحكي وغيرنا بيخرس. زافر، عمك أبو كامل من يمنا. وش كان من يمنا؟ ليه عم يدافع عنه؟ أنا عم دافع عن الحق، ولما بك تحكي بين الناس لازم تعرف شو عم تحكي يا زافر. عمي هذا ليش لخذوا العطاء؟ نحن مبنى الصالح وأعلى ما بخيلهم يركبون. وإش كان عرجان؟ عنا رجال مهلا لتقلص الدنيا. وإش كان عن مال؟ عنا مال بيعبيهم من ساسهم لراسهم. وسد دخل الملك والحكومة كلياتها ما من صالح إلا بشغلتين، بيجيبوني طلب أبي لحد مني هون. والزعامة؟ أني زعامة؟ هن بيعرفوا ولا لسه ما بلشنا؟ الخميس بده يكوني طلب أبي هون عند مني، الجمعة بدنا نجمع زعامات الحارات كلياتها ما عداهم ونحط زعيم للحارات، السبت يلقوا إذا بيلقوا. ولا تسلمني عليهم. شو أبو الدهب؟ وصلاني معكم الحكاية لهون؟ يا أبو كامل، هنن اللي وصلونا لهالمواصيل. هنن اللي بلشوا ولا أنتو؟ شعر ما بتعرف تكذب. أستغفر الله إنه أكذب. معناتها عرفان إنه حق عليكم وفي حق كبير، ولازم تكون عرفان إنه ابنك وهالكم ولد المجانين رح يوصلونا للخراب. أبو كامل، هذا ابني وأنا بعرف بشكبه، بس هني تخنوها وتخنوها كتير، يعني على القليلة على القليلة يبعتوا ابنه اللي ضربني لقي يستعذر مني. ابنك بده يا يجي ليقص راسه. انتو قد عيلة أبو داغر وهالحارته وعزوته إذا مسيتوا شعرة من ابنه؟ شو الحكي يا أبو كامل؟ منين جبت لي هالسيرة القتل والدبح؟ وحياة شواربك وروحي في داون، ابنك وجماعته من يومين بلشوا بالمشاكل. ايه أني مشاكل هاي؟ جماعتكم هاجمين على واحد من شغيلة الزعيم أبو داغر وبدهم يخلصوا كاس الحنطة. أبو كامل، شو عم تقول أنت؟ جماعتي أنا؟ مو بس هيك، ومانعين حدا يبيعهم أو يتعامل معهم أو حتى يطحنونهم، حتى الطنبرجية شغيلة أبو دعاس مانعينهم يحملولهم البضاعة. جماعتي أنا؟ إيه جماعتك، وبأمر من ابنك كمان. كذابين، مو كل الكلام اللي بنقال بيتصدق. لا سيدي بيتصدق لما بيكون هذا الكلام طالع من الزعيم أبو داغر. أبو داغر على راسي من فوق ما بيكذب، بس ولاده اللي هي أنه مبهرين القصة. حتى لو أمنا البهار وخليناها حاف، لا بتنقبل ولا بتنحمل. بتعرف ليش؟ ليش؟ لأنكم بدكم تساووا العرب عربين، وبدكم تجبروا أهل الحارات شي صف معكم وشي صف معهم. يا فرحتنا، بدال ما نتوحد عم نتفرق، وأنا وإنت منعرف هذا لصالح مين. وإنت يا أبو كامل وين بدك تكون؟ هون ولا هون؟ أنا مع الجماعة، رح أكون أول المطيعين وآخر العاصين. عداك العيب يا أبو داغر، وهيك أمرنا ديننا. ومن هلأ لبكرة ليوم اللي بياخد رب العالمين أمانته رح أكون ملي ذراعكم، واللي بتقرروا أنا معكم. اللي أنت بتشوفه زعيم وبيخلص حارتنا وأهلنا من العصا اللي رح تخنقنا، نحن موافقين عليه، لأنك أنت زعيمنا وما بيهون عليك نظلم مشان شي ما له طعمة. لو المشكلة ضد المستعمر أو المحتل، خذ أرواحنا وراح أولادنا، ما منلك شي. خلصنا أبو شريك، خلص فهمنا، وصلت الإفادة. شو؟ ليكون منعوا عنا الحكي ونحن ما نذريانين؟ لا أخي، احكي لحتى تشبع، بس عرف حالك وعم تحكي. لا لا يا مختار، لا، هلا صرنا على زمانكم ومنعرف نحكي؟ لكن ما تستلموا أمورنا بالبرلمانات والحكومة، شو تساوي فينا ها؟ خلصنا أبو شريف؟ خلصنا ها؟ تجيب. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم. شيخنا احكي لك كلمة. اللهم اسمعنا كلمة الحق
وأنطقنا الحق واجعلنا ممن ينصرون الحق يا رب يا كريم. أبو جديد أبو الدهب واللي من يمه عم يطالبوني براس حسن. ما خصباته صار حسن ببدي بعيوني. لو كانت الشغلة بيني وبينه أنا بوقف بوشه وبوش ألف مدى حكايته، بس المشكلة عم يعذبوني بلقمة الناس. يا عملوا شو بيطلع بإيدهم؟ عليم الله هالرأس هاد ما بيوطي للأرض إلا رب العالمين. اسمعوا يا حارة العناية والحاضر يعلم الغايب، أنا أبو دعاس عديد الحارات كلها وزعيمنا ظافر زعيم الحارات بقلكم معكم ليوم الجمعة بعد صلاة العشاء، يا بتقدموا الطاعة بتسلمونا حسن يا ما استنوا الإشاية. تفضل أخي. يسلم ودي. بدي أحكي معك كلمتين. أنت طول عمرك بتوقف قدام المشاكل بدون ما تنهز ولا تنهم، بس هالمرة هيك يعني شايفتك مهموم مغموم. آه يا أختي آه. سلامتك من القاه خير. شوفي لما كنت صغير كنت حامل روحي على كفي ما سايل على حدا، كنت ما اطلع بعيون الناس اطلع فوق راسها. هلا الزمن عمل فعله مغير كل شيء. حسن شبو حسن طالبين حسن حسن يا اخي حسن يا لطيف. الله يخليك لا تخاف لا تخاف علي أبدا، هي أنت وحامد وتيسير وداغر كلكم حوالي. وما كان فيكم تخرطوا وكب شبرية وتحكوا عليو؟ لك أخي أنا شفتهم ما حكوا وأكلوا الكلام بشنابه ندخل يدمروا بسلام. إيوة يعني ما بعتولكم ولا قد الصوص ولعكم من الحارة. ما لا بعتول بس نفس الولد اللي زتك على باب بيتكم بنص هارتا. أبو الليل مور أخي انقلع من وشي. ماشي معليش زعيم لا تأخذ على كلامه مع أنه أخي، بس كديش طول عمري بعلمه الفهم بفوتوا من هون بيطلعوا من هون ما بده يتعلم. عقيد إجا أبو دياب. شو زعيم أسيحيك. السلام عليكم. أهلين يا أبو دياب. أهلين أهلين معلم ظافر. شو خير شبك صفر وشك لما شفتني؟ أنا لا أعوذ بالله شو الحكي الله يسامحك. أهلين أبو دياب شرفت. فضل فضل فضلوا. أخي في حمل عم ينطحن لأبو داغر عنا بالمطحنة. شو يا أبو دياب ما اتفقنا أنه ما نتعامل معه؟ مظبوط بس هيك بده أبو كامل الله يهديه. إيوة الظاهر مالك لا كلمة ولا شو؟ لك إلي كلمة بس هذا أخي الكبير أبو كامي يعني ما فيني أكسر كلامه. بس نستلم الزعامة بعدكم بنشوف شو راح نعمل. شو ها؟ بعدنا؟ مو هيك اتفقنا؟ صحيح عمي نحن ما اتفقنا بس هلا اتفقنا. الزعامة إلي لا قبل ولا بعد والعقادة للعينتين أبدعها خاصة. منو هاد اللي عامل فيك هيك؟ والله يا معلم جماعة من التمين كانوا صايلي لي عن طاحونة أبو سعيد وهجموا علي و... وشو؟ قتلوني وربطوني وأخذوا كياس الطحين كلها وأخذوا تنكات الزيت ودبيات السمنة. ما عرفت ولا واحد منهم؟ كانوا من التمين وقالوا لي. شو قالوا لك؟ شو قالوا لك؟ قالوا لي إذا معلمك قبضاي خليه يجي يسلم حاله يوم الخميس.
يصير شيء يا ابي، ما راح يصير شيء، لا تخاف ولا يهمك. لك يا ابني شلون ما راح يصير شيء؟ لك هذا ابو دعاس واحد سرسري وما له امان. يا ابي نحن شو بدنا احسن من هيك واحد؟ منخوف فيه ابو داغي، نرمي له عظمه وبعدين منقلعه. لك ابو داغر ما بخاف لا من ابو دعاس ولا من 100 واحد مثل ابو دعاس. لك انا بعرفه من لما كنا بجيلك انت ثاني باشتان. ابو دعاس ما بتشبعه عظمه. اترك لي اياها يا ابي، الله وكيلك لعمل له فنطي ما صار. ولك لايمتى بدي اترك لك اياها؟ لايمتى؟ لحتى تسود سمعتي بين العالم والناس ويقولوا ابو الدهاب حاطط ايده بايد قطاع طرق. يقولوا اللي بدهم يقولوه، انا ما بترك تاري. تارك تاخده بايدك هيك بيقول عرف الرجال. هدول مو رجال يا ابي، ما شفتهم شو عملوا باخي؟ لا تدخل قصه اخوك بالموضوع، بكفي انك خربت عليه. من وينك؟ فكرني انه مصدق هالهوبرات اللي عم تعملها مشان اخوك؟ نسيان هي يا ابي؟ نسيان هي؟ ولا الجرح اللي براسك نسيته؟ ما نسيته ولا نسيته، بس انت وصلتني لقرني ما فيها رجوع. يعني يا قاتل يا مقتول. ولا يهمك يا ابي، ابدا عاصركوا الي. بعد اجتماع الزعامه انا بلاقي له تصريف. هو بكفيون زعيم؟ لاهلك عادي. ان شاء الله مفكر اللي عم نعمله مع ابداغي من شان ابداغي بس. لك مشان مين؟ مشان كل شيء عم يفكر بالزعامه. لما بيشوفوك عم تهجم على ابداغي اللي بيخافوا منه بيهابوه. بيصيروا بيرتعبوا منك. لك وما بقى حدا بيفتح تمه لما بتقول الزعامة لإلي مو لغيري. يقبلني ربك زعيم. بس هالشغلة بدها 2-3 خفاف. بدي اياهم يكونوا مثل النسورة، بيضربوا ضربتهم وبيهربوا. ودير بالك، هذا الشيء بده يصير بعد أذان الصبح بتكي، لأنه حيكونوا ناطرين الحارة لحد أذان الصبح، وبعدين حيفوتوا على الجامع. فهمت؟ ولا يهمك. عندي 2 كانوا حرامية غسيل مثل الطير الطاير. ما بيحس عليهم حدا. والنعم والله. اسمع، الليلة بتخلص الموضوع وبكرة من كل بيت بدنا نجهز لاجتماع الزعامة. حضر لي حالك. يعني أنا رح كون بين الزعامة؟ وبالصدر وحياتك، العقيد بتعاس عقيد الحارات كلياتها مكانته وين؟ بالصدر. بالموت؟ افتحوا الباب. يا رجال، انا والشيخ محمد سعينا للصلح ومن اول يوم ويشهد علي ربي، لكن اللي باين انه الجماعه مو ناويين على الخير وناويين على الشر. سيدي نحن عملنا اللي علينا والبادي أصلاً. بكره اجتماع الزعامات وزعيمنا ابو داغر رح يكون موجود ورح نشوف شو رايه ونمشي على مشورته. يا رجال بدي همتكم، بدنا نكون سند بظهر زعيمنا وسيف على عجاه. شو قلتوا؟ بكره الليله الكبيره لك ابو دعاس، ومن بعدها رح تشوف الحارات كلياتها عم تطلب الرضا. الله محييك زعيم، انت بس اشر باصبعتك صغيره ورح تشوف رجال كلها طوع عمرك. سيك شو هاد؟ فرد؟ ايه فرد، مانك طاسو. بدي حدا من رجالك صواب وما بيتني. الى عيونك زعيم، موجود. اسمع شو بدي اقول لك. اعمل حسابك انه نحل كل المساري عالسكيتي بدون ما حدا لا يحس ولا حدا ينش. فهمت علي؟
خير معلم حسن، هالكم يوم مالك على بعضك؟ في شيء؟ ما في شيء عمي. بالله تقول لي في شيء عمي ابو عدنان؟ مور بدي اسالك، في شيء يوم شفت مني شيء زاحله انت واي حدا من الشباب هون عندنا بالخان؟ اعوذ بالله، والله من يوم تعرفت عليك لحد هلا ما شفت منك الا الخير. الحمد لله. ليش في شيء لك ابني؟ صغيرة عمي. شو هي يا ابني؟ شو هي؟ صغيرة. صغيرة. بالله تقول لي شو هي؟ قصة صغيرة. السلام والرحمة والإكرام. معيدك في مجال تاخذني لعند المختار؟ شو بدك منه؟ شغلة بيني وبينه أخي. أنت بتعرفه؟ إيه بعرفه. إذا بتعرفه ليش عم تسأل عنه؟ أخي الله يجبرك، خذني لعند المختار ويكتر خيرك. مو على راسي، تعال معي، تعال هلا. عينك على الدكانة يا ساكو. شو يا سمعوية؟ برجع بحكي لك. أخوك؟ لا. مش واقفني عنه. الله يسامحك. مور. أنا اسمي لحروج. بشتغل عند العقيد ابو دعاس بحوش الطنارير. ايه من نعم. عمر انا داخل على الله وعليك. فكري سكر الباب وخليك برا. عمرك مختار؟ قول يا ابني شو بدك؟ مختار بدي الامان. عليك الامان يا ابني، اخي شو بدك؟ العقيد ابو دعاس ناوي يقتل زعيمكم وابنه اذا اجوا على اجتماع الزعامه. شو قلتوا؟ لا الله وكيلك مثل ما عم بحكي. شكري وضع مختار بعت لي داغر فورا. حرامي بس شو حال يا ابو سرعه روح نادله. امره شرف اذا اللي عم تحكيه ملعوب مش خطك على باب هالمكتب. الشيخ عمر مو جاي. طيب ليش ما قال لك؟ يا ابي قال لي بس تكون القلوب صافيه والنيه على خير بكون بيناتكم. يا ابي الشيخ عمار من يابا بداغر مبينه. خلصنا ظافر، الشيخ عمار طول عمره من يم الحق. ما اختلفنا، بس الناس كلياتها حاضره او الاجتماع اليوم. وانا حاضر. مختار ابي اذا بتقول له جيش السلطان عبد الحميد كلياته عم يستناك ما رح يتراجع. بعرف بعرف، بس نحن لازم نكون جاهزين. ماشي، لكان من بعد امرك قلن للشباب يجهزوا وضلوا عندها. نحن حنكون هنيك وجاهزين قبل ما يصل الزعيم. ابو حمدي ما لازم يعرف حسن، ها، لانه هو المقصود. ماشي. شو اخي نويت؟ ايه خد معك حدا. لا حالي، ما بدي اتعدى بخطية حدا، ما بدي يشيل الدم بين الاخوات بسببي. خاطري الله معك، الله يحميك، ترجع مرفوع الراس يا زعيم. على وسهلا يا ابي. الله يخلينا اياك يا ابي. على وسهلا. شرف يا ابي شرف. عليك برشار. الله يحيي الزعامات. شرف شرف سيد راسي. شرف شرف شرف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الله يحيي وشرف شرف شرف. اهلا بالزعيم ابو دعاس. الله يحيي الزعيم. اهلا ابو دعاس. شرف سيد راسي، صدر لكم العتبه لنا. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلين برجال.
جاي لحالي لنص جمعتكم. جاي لهون مشان ما تقولوا حسن ابن الزعيم خايف. إذا لك حق عندي أبو الدهاب خذوه، بس ما رح خلي الدم يسيل بين الأهل. الدهاب أنا جيتك، خلي المراجل بيني وبينك، وش لوش ورجال لرجال. أنا دمي رخيص في ذا المراجل، وروحي بتهون لأهل الشام كلها. محلك بالصدر دايم، وأنت الزعيم وأنا أول الطائعين. دهب، أنا ما رح أقعد بيناتكم ولا رح أجالسكم. لا تلبوا لي طلبي. طلباتك مجابة أمور، عفوني منها. الزعامة إلها رجالها، وأبو الدهب رجالها. شو قلت يا رجال؟ اسمع، انت وابنك واهل حارتكن حرام علي عاديكن ليوم الدين. شهدوا يا حاضرين، والله خير الشاهدين. بنتي الوحيدة حليل لهالشب الابضاي المربع حسن، اذا بيقول ايه الدهب. لك عنا أماني وأمانتك بالحفظ والصون، ونسبك بيشرفنا وبيرفع رأسنا.